رغم إنتاجها لثمانين ألف طن سنوياً، ما زالت ثروة زيت الزيتون الطبيعية في غداد المكاسب المهمشة. فهذه الشعبة المهيكلة والمهمة على مستوى نظام الإنتاج في الجزائر من شأنها أن تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، كونها خلاقة لمناصب الشغل والقيمة المضافة سواء على السوق الوطنية أو على مستوى التصدير. الخلل في الإنتاج، يعني رغم المجهودات المبذولة يعني لأجل تطوير الشعبة، يكمن أساسا في عدم احترام يعني المسار التقني لأشجار الزيتون التي غالبا يعني ما تترك دون عناية، ناهيك يعني في عدم التحكم أيضا في تقنيات عصر الزيتون لأجل إنتاج زيت ذو جودة. يعني أضيف إلى ذلك يعني عدم إضفاء الوسم وصفة الجودة على زيت الزيتون الجزائري، مما يعيق يعني ترقية صادراته إلى الخارج. ودعا خبراء اقتصاديون إلى حتمية رفع إنتاج البلاد من زيت الزيتون عالمياً من خلال دعم المنتوج وتشجيع المزارعين على الاهتمام أكثر بزراعة الزيتون، إضافة إلى الاهتمام بالجانب التسويقي، حتى يتحقق كل من الاكتفاء الذاتي والنوعية الجيدة. نأمل ونتوقع أن يرتفع المنتوج، ولكن لابد من يعني الاهتمام بالجانب التسويقي، لأن الجانب التسويقي يمثل أحيانا 60% من تصريف المنتج داخل أرض الوطن ومن تصريفه إلى خارج الوطن. يعني ندرك جيدا يعني هذه المادة هي مادة يعني من حيث حتى من حيث السعر هي سعر مرتفع، وبالتالي فإننا إذا قمنا بتسويق كميات إلى الدول الأوروبية فإن إمكانية دخول الحملة الصعبة يعني يمكن أن يكون معتبرا. ورغم ازدهار ثروة الزيتون في الجزائر، يبقى انعدام استغلالها مغيقا لتحويلها إلى بديل إنتاجي من شأنه إضافة قيمة نوعية إلى الاقتصاد الوطني.